خلينا نروح كمان نشوف الاهتمام اللي حازت عليه وسائل الاعلام خلال الفتره الاخيره، وتحديدا بسبب هذه الزياره من قبل الاعلان عن هذه الزياره واثناء الزياره، وما زال برضه وسائل الاعلام بتتكلم عن هذه الزياره المهمه. الصحف العالميه اهتمت اهتمام كبير جدا بزياره السلطان هيثم بن طارق الاولى الى مصر، وابرزت الصحف اهم الملفات والقضايا الرئيسيه المطروحه على اجنده القمه في القاهره. يعني الصحف العمانية وصفت الزيارة بالتاريخية لأنها بتترجم العلاقات الراسخة بين مسقط والقاهرة، خاصة أنه في توافق في الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. ركزت الصحافة العمانية على زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان إلى القاهرة، ووصفت جريدة الرؤية العمانية في افتتاحيتها بقلم رئيس التحرير حاتم الطائي الزيارة بالتاريخية، وإنها بتترجم العلاقات الراسخة بين مسقط والقاهرة. وأكدت الافتتاحية إن مصر وعمان صاحبتا مواقف متطابقة ورؤى سياسية مشتركة إزاء العديد إن لم يكن كل القضايا حول العالم، وده بينبع من الإيمان العميق بمدى حرص البلدين على التطور والازدهار ومصالح الشعوب، والتزاماً بنهج الحياد الإيجابي والسعي المشترك نحو التنمية التي تعود بالنفع على الشعوب. واعتبرت جريدة الرؤية إن هذه الزيارة تمثل دفعة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين عمان ومصر، وبتنطوي على أهمية كبرى سياسياً واقتصادياً، وستعود فوائدها بالخير العميم على شعوب المنطقة. أما صحيفة عمان فأكدت إن زيارة سلطان عمان إلى مصر تأتي في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن الزيارة تأتي في ظل التنسيق العربي بين عمان ومحيطها وتعميق التعاون مع القاهرة. وذكرت صحيفة الوطن العمانية إن زيارة سلطان عمان الحالية تستند على العلاقات الوطيدة، خاصة عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي عمان في يونيو 2022، وتم حينها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات تعزيز المنافسة وترويج الاستثمار.